Sabad. وزعت فندق بالكاس في مخالفة جانبية والمدافع نذير عبد النبي ضعف النتيجة للأمل. الثقة الثانية كانت منعرج اللقاء ورا ما عرفش يتعامل معها. دفاع سيس داي توصل للظهير الأيمن نذير عبد النبي داخل 18 وبتسديدة قوية يفتتح النتيجة للقوي. دقيقة 95 تأتي بالجديد، نذير عبد المبي سجل هدف التعادل. وسط الميدان باهي المراوغة القوافل الرياضية بقفصة. Made it clear, lipstick can't be wrong. My summer, my sweet summer's gone.